لكن مجلس الشعب أخيرا وافق على قانون في منتهى الأهمية. وأنا بعتبر ده أهم قانون اتعمل في مجال الأثار. القانون ده إيه؟ إن دلوقتي أنا لو سألت سارة كريستي، إحنا طبعا في لجنة الأثار المستردة هنبحث التماثيل اللي أنت بتقول عليهم دلوقتي ونشوف هل دولي اقتروا بطرق قانونية ولا لا. لو إحنا بقى طلبنا من سلطة المزارات دلوقتي وقلنا لهم ادونا ما يفيد إن عندكم الأدلة إن الورق اللي بيقول إن طلعت بطرق قانونية، مظبوط. هنقدر بقى دلوقتي إن إحنا نشوف اللي عمل كده ونرفع ضده قضية في الداخل. تخيلي لو واحدة ست بتشتغل في مزاد كريستي وعندها أولاد وجوز وانت رفعت عليها قضية والمحكمة حكمت عليها بعشر سنين، هتبقى في جبينها هتبقى حاجة مزرية جدا، فبالتالي هيخافوا. يعني هذا القانون لما نطبقه بإذن الله أنا أعتقد أنه هيحد تماما من صلاة المزارات ان هي تدينا معلومات عن الاثار. يعني دكتور زاهي، القانون ده لسه ما اتطبقش، لما يتطبق هنقدر ان احنا ساعتها نرفع قضيه في الداخل؟ ما نقدرش ندفع في الداخل غير بالقانون. تمام. لكن يعني لو رفعت قضيه في الخارج مش هتطلع حاجه، مش هتطلع. طب صرف الفلوس مش هتطلع اي حاجه. طب دكتور زاهي، في حاجه من كلام حضرتك محتاجه اسال حضرتك عنها. حضرتك بتقول لي انه اللي عنده قطعه اثريه مش مسروقه ممكن يروح المتحف وياخد ختم عليها ويطلع بيها بره. طيب هو مش مفروض حتى عام 83، حتى عام 83 لانه بعد كده ده من حق الدولة، اتوقف بالقرار 117 لسنة 83 تم ايقاف هذا الموضوع تماما. طيب احنا ممكن القانون ده يتفعل امتى؟ والله ما انا عارف، هو مجلس الشعب وافق عليه الاسبوع اللي فات. فانا دلوقتي انا في لجنة الاثار المستردة واشوف الدكتور خالد العناني والمسؤولين في الاثار هيتصرفوا ازاي وهنقدر نفعل هذا القانون ازاي. لو تفعل بصراحة هيبقى حاجة عظيمة جدا وهتحد من العناد والحاجات البشعة اللي بتعملها صلاة المزارات في اثار مش بهمها، ولو لها الدولة المصدر تقول ما يرضوش علينا حتى. وعلى هذا الاساس اتباع قطع اثرية كثيرة جدا بدون وجه حق. دكتور زاهي، بعد تفعيل القانون ان شاء الله هل ممكن باثر راجعي نرفع دعاوى قضائيه على الحاجات اللي فاتت ولا هيبقى مش هينفع؟ هيبقى صعب الاثر راجعي، لكن الحمد لله هيبقى كل صلاه المزارات لما يتحكم على واحد او واحده مره كله هيخاف. صحيح. وهيبدا ان هو لا يمكن يشتروا اي اثر مسروق اطلاقا بعد كده، لان خلي بالك في نقطه مهمه جدا حصلت عندنا في سنه 2011 و12 لما البلد كانت ضايعه، ناس كتير جدا قاموا بحفائر خلسه وخرجت اثار كثيره جدا من مصر بطرق غير قانونيه. وبالتالي احنا ما بنقدرش نثبت قانونيه الحاجات اللي خرجت. صحيح. لكن هنبدا بعد كده من خلال القانون ده نقدر نرجع حاجات كتير باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور زاهي حواس عالم الاثار الكبير، بشكرك شكرا جزيلا للتفاصيل.